أنا النهاردة كان في جلسة جامعة لجنة التخطيط مع الكابتن محمود الخطيب، طبعا الكابتن محسن صالح كان موجود، الكابتن زكريا ناصف، في وجود طبعا برضو الكابتن حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق وكابتن فريق السابق، وخد القرار الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة زي ما بقول لحضراتكم بتوجيه الشكر للكابتن السيد عبد الحفيظ. زي ما بقول الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني أنا كمان يعني كواحد زميلت الكابتن سيد عبد الحفيظ فترات كبيرة كمان بشكره، يعني أنا يمكن كراجل أهلاوي بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على الشغل الكبير جدا اللي عمله فيه النادي الأهلي. سيد عبد الحفيظ من أنجح مديري الكرة اللي جم في تاريخ النادي الأهلي، ودايما ناس كتير كانت بتتكلم ودايما ناس بتضرب المثل بالعظام كابتن ثابت البطل وقبل الكابتن طارق سليم، وكلنا قلنا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني امتداد للناس العظيمة دي، اشتغل يعني وتفانى في خدمة النادي الأهلي، ويمكن كان من مميزاته السيطرة الكبيرة جدا على أوضة اللبس، وده موضوع في غاية الأهمية. اشتغل بمبدأ الثواب والعقاب، يمكن كان أي حاجة كانت بتبقى محتاجة تدخله كان بيتدخل فورا، حتى تعامله مع الحتة الإعلامية كان بيتعامل مع الإعلام حتى بطريقة كانت كويسة جدا. اكتسب خبرات كبيرة جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ، النهاردة يمكن بيرحل. طبعا زي ما بقول كل مرحلة بيبقى لها متطلباتها، فكابتن سيد بنقول له ألف شكر يا كابتن سيد على اللي انت عملته في النادي الاهلي على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا. طبعا سيد كلنا عارفين ان كابتن سيد ابن من ابناء النادي الاهلي، اكيد مش هيبقى بعيد عن النادي الاهلي، كلنا عارفين حتى سيد اما جه النادي الاهلي كان هو اللي بيقدم البرنامج حتى الرئيسي في قناة النادي الاهلي. كابتن سيد وارد الفترة اللي جاية يبقى نشوفه كعضو في مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وارد نشوفه كعضو في لجنة التخطيط، إنما يبقى سيد عبد الحفيظ ابن من أبناء النادي المخلصين اللي في أي وقت أي وقت النادي الأهلي هيحتاجه أكيد بنسبة 100% إن هو هيبقى موجود. طبعا بينتظر خالد بيبو طبعا مهمة أكيد شاقة جدا، مش سهل إن أنت تبقى مدير الكرة في فريق عظيم وفريق كبير زي النادي الأهلي. لأن خلينا برضو يا جماعة حتة شغلة مدير الكرة دي شغلانة في غاية الصعوبة، يعني أولا محتاجة خبرات كبيرة. خالد بيبو يعني برضو من الناس اللي أنا زملتهم ولعبت معهم، وطبعا كان ليه الشرف إن أنا ألعب معاه في فترات كبيرة سواء حتى في النادي الإسماعيلي أو في النادي الأهلي. خالد اكتسب وعنده الخبرات الكبيرة دهيت من وجوده في قطاع الناشئين لسنوات في النادي الأهلي. طبعا يمكن كلنا عارفين ان خالد كان رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي، خبراته تأهله انه يبقى موجود في المكان دوت، ولكن طبعا اكيد الشغل الفترة اللي جاية في المكان دوت زي ما بقول لحضراتكم بيبقى في منتهى الصعوبة، لانك انت يعني مدير الكورة ده بيبقى حلقة وصل ما بين اللعيبة ومجلس الإدارة والجهاز الفني ومجلس الإدارة، ازاي بتسيطر على الدنيا، ازاي بتسيطر على اوضه اللبس، ازاي هتتعامل مع النجوم دي كلها، ازاي النجوم دي كلها تبقى فاهمه ان في ثواب وعقاب وان انت بتطبق الحاجات دي كلها، ازاي هتفرض سيطرتك على اللعيبه في الوقت اللي لازم برضو تكون علاقتك كويسه باللعيبه وان اللعيبه برضو تكون بتحبك. عشان كده الموضوع صعب جدا، التعامل الاعلامي زي ما اتكلمت مع حضراتكم من شويه، ازاي هتتعامل برضو اعلاميا لانك انت برضو بتمثل نادي كبير جدا زي النادي الاهلي، فبرضو يجب ان انت اعلاميا تتعامل بشكل كويس وشكل مرضي، فالدنيا بتبقى صعبه. وان كنت طبعا يعني اتوقع النجاح الكبير للكابتن خالد بيبو ويبقى امتداد للكابتن سيد عبد الحفيظ والناس الكبيرة العظيمة اللي قبلهم. طبعا خالد بيبو يعني من مميزاته طبعا كان غني عن التعريف، كابتن خالد بيبو كان لعيب كرة محترم من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية.
والميزه طبعا مع خالد ان خالد يعني بيرتبط حتى بذكريات جميله جدا مع جمهور النادي الاهلي، ودوت يعني زي ما بنقول اللعيبه ما بيبقى له رصيد عند الجمهور، ده بيبقى شيء جيد وشيء جميل جدا. وطبعا لو اتكلمنا على رصيد خالد بيبو مع جمهور النادي الاهلي فطبعا لا يخفى طبعا على الجميع طبعا خالد والهاتريك الشهير في نهائي دوري الابطال 2001 امام سان داونز، يعني هاتريك كان يعني دخل خالد بيبو قلوب الجماهير جماهير القلعة الحمراء من خلال المباراة الكبيرة اللي عملها ومساعدته للنادي في إحراز لقب 2001 في دوري الأبطال. وطبعا لا يخفى على الجميع المباراة الكبيرة اللي عملها في مباراة 6-1 الشهيرة الأهلي والزمالك والسوبر هاتريك اللي سجله.